وبالمناسبه بما اننا بنتكلم على جيل 2006 و2008 و2010 و98 بقى بالمره، انت بتتكلم على واحد من اعظم لاعبي كره القدم المصريه على مر التاريخ. انا في رايي ودايما بقول كده قدامكم سواء كان معايا او مش معايا، انه على الاقل بيتحط من قائمه مختصره من اهم خمس لاعبين في تاريخ الكره المصريه، لو ما كانش الاول. براحتك انت عايز تحط اول تاني براحتك، بس هي بحكم البطولات وحكم الانجازات لاعب وسط تاريخي المنتخب مصر، لاعب وسط تاريخي حقيقي، هو اللاعب الوسط العصري اللي احنا بنشوف في اوروبا دلوقتي، اللاعب اللي بيعرف يدافع وبيعرف يهاجم وبيعرف يسجل اهداف، برجله اليمين ماشي، برجله الشمال شغال، براسه شغال، كان عنده كل المميزات الممكنه في لاعب كره قدم. هو من الاسماء الكبيره اللي بعتز جدا بتواجدها على الهاتف معايا دلوقتي الكابتن الكبير كابتن احمد حسن. يا كابتن احمد صباح الخير، مشرف ومنور. حبيبي يا كيمو، والله يعني كلام بشكرك عليه جدا جدا، ويعني مش لاقي حاجه اقولها لك بقى خلاص، يعني ما يعني بجد مش لاقي حاجه اقولها لك. بشكرك يا جدا يا كابتن احمد. ده اقل من حقك، وانت عارف ان هو اقل من حقك كمان، انت اسم كبير في تاريخ الكره المصريه. الحمد لله الحمد لله، انا بشكرك لاحي طبعا، يعني كلامك كله شيء اسعدني، وبشكرك جدا جدا والله على كلامك الكريم. موفق يا رب دايما كده ان شاء الله باذن الله. يا رب يخليك يا كابتن. طيب بما اننا خلاص ساعات وتنطلق هذه المواجهه الكبيره بين مصر والكاميرون، تبقى انت وش الخير علينا وتبقى الفال الحسن علينا، انجازات عظيمه في تاريخ الكره المصريه، مستنيين الانجاز ده من الجيل الحالي، متفائل زينا؟ والله بص، عايز اقول لك على حاجه، يعني بعد الواحد شافه في اللقاءين الاخرانيين اكيد انا متفائل، ومتفائل جدا جدا جدا، يعني غيرنا الصوره تماما، لعبتنا والجهاز الفني اللي موجود، واعتقد اني اي نعم البدايه بتاعتنا ما كانتش موفقه وكانت فيها حاله قلق للكل، انما الصوره دي اتغيرت تماما بعد طبعا الصعود دور ال 16 وبعد كده دور الثمانيه، وان شاء الله باذن الله يكملوا الصوره ويكملوا التابلو الحلو بكره ان شاء الله باذن الله بمكسب والوصول للنهائي ان شاء الله، وزي ما انت قلت ان احنا نقدر نحقق البطوله بمشيئه الرحمن ان شاء الله. متفائل طبعا، متفائل من الروح اللي انا شفتها، متفائل من الاداء القوي، ومتفائل من التنظيم وشكل التنظيم في الملعب. متفائل بعوده شخصيه المنتخب، بعوده هيبه المنتخب ايا كانت النتيجه كريم الله، يعني الشكل اللي هم بيأدوا بيه رجعونا تاني ان احنا نقول برافو مهما كانت النتيجه، ان فعلا الناس بتأدي بقوه، بتأدي باخلاص، بتأدي بامانه، بتأدي عارفه قيمه منتخب مصر وتيشيرت منتخب مصر، وده جزء مهم كنا مفتقدينه في السنين اللي فاتت، وانا واحد من الناس على فكره في وقت من الاوقات، لاني زي ما انت قلت شويه اتكلمت عن التاريخ واتكلمت عن البطولات اللي انا حققتها واتكلمت، ففاهم شويه وعارف شويه القيمه الكبيره قوي اللي احنا كنا فيها، فبالتالي بزعل قوي لما كنت اشوف المنتخب في الحاله دي، ازعل قوي لما اشوف اداء المنتخب وحش، ازعل قوي لما اشوف اني مثلا ما عندناش روح قتاليه في الملعب، فكنت ممكن تتكلم وتنتقد وتقول ده لا نفسنا نشوف، يعني دايما انا كنت بقول يعيب المنتخب في السنوات الاخيره حته الشراسه، حته الضغط مثلا في كل حته في الملعب، يعني حتى في بطوله 2019 كنت بقول عايزين ننزل بس اول خمس دقائق نبين لكل فرقه ان احنا نازلين لا نقاتل، فده بصراحه اعتقد ان احنا شفناه في المباراتين الاخرانيين، شفنا حاله ان فعلا تحول كبير جدا جدا زي ما انت قلت، ان الناس كلها رجعت تاني مسانده كبيره للمنتخب وثقه كبيره في اللعيبه اللي موجوده، لان القماشه الواحد كان زعلان لان القماشه اللي موجوده تطلع منها شغل كويس قوي، اللعيبه اللي موجوده يطلع منها شغل كويس، لما تيجي تبص على النهارده الخط الامامي ولا نص الملعب بقى عندك وفره في اللعيبه موجودين، يمكن عندنا اماكن حتى مثلا لما كنا باك يمين وباك شمال كان عندنا ازمات فيهم شويه، النهارده ما شاء الله طلع اكرم توفيق، والنهارده عمر كمال عبد الواحد بيكمل القصه، والناحيه الثانيه احمد فتوح بقى باك شمال مهم جدا جدا ومن احسن لعيبه موجوده في البطوله، فاقصد ان انت بقى عندك حتى الاماكن اللي فيها مشكله النهارده بقى عندك دعم من لعيبه منتخب الاولمبي اللي كانوا موجودين النهارده، 9 أو 10 لعيبه متواجدين مع المنتخب الاول، هم دول اللي جايين بعد كده مع اللعيبه اللي بقوا خبرات موجودين، فالقماشه عندك تطلع احسن من كده، وده اللي حصل خلال اللقاءين الاخرانيين، فبالتالي التفاؤل بقى موجود بالنسبه لنا، وحاسين اني لا احنا طمعنا، احنا كجمهور دلوقتي انا بتكلم كجمهور، لا احنا بقينا طمعانين ان احنا ناخد البطوله، وليه لا؟ وليه منتخبنا ما احنا شايفين ان احنا نستحق، يمكن احنا ما كناش مرشحين في بدايه البطوله او قبل البطوله، منتخب مصر ما كانش مرشح، انما النهارده بعد كوت ديفوار وبعد المغرب كل الناس بتقول لك مصر من الفرق المرشحه، وانا ده دايما كنت بقوله يا كريم اني
تواجد مصر في كاس الامم الافريقيه لو برجل واحده لازم يكون منافس على البطوله. صح. وده انا تصريح قلته من قبل ما يروح كروش لما راجل قال ان احنا انا مش مطالب ببطوله افريقيا. قلت لا ده كلام غلط، انت تواجدت في البطوله الافريقيه لو برجل واحده، لو لعيبتنا راحت بمنتخب، لو منتخبنا راح بلعيبه الناشئين. صح. لازم يكون بينافس على البطوله، وده اللي اتحقق وده اللي حصل، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون دي كانت تصريحات كروش كده الاعلام، انما داخليا لا هم واضح ان هم مركزين بشكل كويس. وزي ما قلت لك الاداء والروح العاليه هي اللي بتطمعنا احنا كجمهور ان احنا النهارده، وليه لا؟ ليه المنتخب ما يعملهاش؟ صح. طيب يا ساره الان بكره من طاقم التحكيم ولا لا؟ بص هقول لك على حاجه، كل العوامل النفسيه والضغوط النفسيه اللي موجوده ده وضع طبيعي وده بيحصل قبل الماتشات. على فكره بكاري جسامي ولا بكاري جسامه بكاري جسامه احنا مش عايزين برضه يعني ان احنا نخلق نوع من انواع ان احنا نصدر لعيبتنا. بص في وجود الاخطاء الافريقيه الاخطاء التحكيميه بقت اقل شويه. صحيح. ممكن حكم يحجم شويه، انما النهارده خلي بالك يعني النهارده ضربه الجزاء هتلاقي بيرجع ويشوف، هتلاقي غير الاول، الاول انت كان ممكن لمسه يد بتعدي جوه ال 18 ضربه الجزاء يحسبها ومحدش بيراجعه، لان طبعا انما في وجود الفار النهارده السنغال مثلا كوره حكم حسب ضربه الجزاء ورجع لما رجع الفار لغاها. يعني اقصد ان 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 الاخطاء هتبقى اقل، حتى الحكم لو عايز يساعد هيبقى مش بالشكل اللي كان ممكن يبقى فيه فجاجه زي زمان. فبالتالي مش عايزين نفكر في الموضوع ده كتير، وان كان انا عجبني ان احنا تقدمنا بطلب ان احنا ان اعتراض على الحكم وكده، وده ضغط على الحكم عشان الراجل ياخد باله لو حاول ان هو يحجم الماتش. هو ما فيش في ايده على فكره حاجه ممكن يعملها بكره غير تحجيم اللقاء، بس ان هو لو ممكن يحجم بلغه الكوره كده ده اللي يقلق صاري بصراحه. بالظبط ده اللي بالظبط. انا معاك. بس انت كلعيبه برضه ما تدولوش فرصه، انت النهارده لو انت بتادي في الملعب بقوه وبتادي بنفس الروح اللي احنا بنادي بيها وبنفس انا اعتقد ان احنا هنفرض سيطرتنا عليه، انما انا مش عايز ادي برضه يعني مؤشرات للعيبه ان الحكم هينزل وهيظلمنا والكلام ده وكده. انا في الاول وفي الاخر مش عايزين ده ياثر على لعيبتنا. في دور طبعا للعيبه الكبار في ان هم يكونوا متواجدين مع الحكم، يتكلموا طول الوقت مع الحكم، يروحوا يتكلموا مع الحكم برضه بعدم اعتراض. يعني في الاخر النهارده محمد صلاح كان موجود كابتن الفرقه وقائد الفرقه لازم يتواجد طول الوقت مع الحكم ويتكلم مع الحكم، وهو نازل يتكلم مع الحكم وهو في الملعب لو الحكم مثلا بيحاول يعمل اي حاجه يروح يتكلم معاه، وباسلوب اللي هو في الاخر انا كابتن الفرقه من حقي ان انا اتكلم معاك، من حقي ان انا اناقشك، مفيش في اي مشكله خالص. فان شاء الله باذن الله يعني دي ما يكونش عائق بالنسبه لنا. وزي ما قلت لك هي القصه كلها، انا بس ما اخشى هو حاجه واحده بس، ان احنا لعبنا مباراتين تقال جدا جدا 120 دقيقه، فبرضه معدل الجري فيهم كان عالي، معدل التركيز فيهم كان عالي. الكاميرون كان لعب سابقك بيوم ولعب 90 دقيقه بس ما لعبش 120 دقيقه. صحيح. فالمجهود البدني اللي عملوه اللعيبه ده اللي انا خايف منه بكره، ده اللي انا قلقان منه بكره، لان برضه انت بتتكلم 120 دقيقه في مباراه الكوت ديفوار، 120 دقيقة في مباراة المغرب في عدد أيام برضه قليل، فدي الحتة الوحيدة اللي ممكن تكون قلقاني شوية، إنما مسألة التحكيم ومسألة لا ما يعني طيب. يعني ما أعتقدش طيب كابتن أحمد عايز مين بكرة يلعبوا ثلاثة في نص الملعب؟ شايف مين الأفضل بكرة؟ لو حمدي فتحي تواجد هيبقى حمدي فتحي والسولية والنني طبعا، يعني الثلاثة دول أنا أعتقد إن هم ظهروا بشكل كويس. لو حمدي بكرة موجود إن شاء الله بإذن الله يبقى تمام، يبقى حمدي فتحي والسولية والنني، وأنا شايف إن هم بيقوموا بالدور ده بشكل كويس. ولكن مهم يا كريم، إحنا ليه في ماتش المغرب وكوت ديفوار إحنا كنا مبسوطين؟ لأن التلت اللي قدام كان شغال بشكل كويس وهدد مرمى كوت ديفوار وهدد مرمى المغرب، فبالتالي احنا كنا سعداء، لان طول ما انت في توازن دفاعي بشكل كويس وفي شكل هجومي انت بتحس ان احنا عندنا منتخب وعندنا شخصيه منتخب. انما مساله ان انا ادافع بس، ان انا امن وادافع بس على حساب النواحي الهجوميه، انا اعتقد ده هيبقى مشكله بالنسبه لنا، وده ممكن يكون فيه مشكله بالنسبه لنا. يعني حتى الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب سواء السوليه او حمدي فتحي، ممكن حمدي هو اللي بيقف سته ما فيش مشكله خالص مع الناس اللي هم المدافعين كنوع من انواع التامين، انما لازم النني يكون له دور هجومي، ولازم السوليه يكون له مسانده هجوميه، على الاقل مسانده هجوميه، لان لما بتقرب خطوطك من بعض اعتقد ان بيسهل علينا وبيقلل الضغط من على الخط الخلفي بتاع الدفاع بتاعنا. صحيح. طيب اخر سؤال يا كابتن احمد، بعيد عن مباراه مصر والكاميرون، انا عندي معلومه كده بس مش حافظها بالظبط، بس انت اكدها لي او صححها لي. يعني
كابتن احمد حسن جايب في مشواره الكروي على مدار التاريخ اكتر من 200 هدف؟ لا مش 200 هدف، حوالي 100 حاجه و80، يعني حوالي 200. انا قربت يعني، ما بعدتش قوي. اصل ليه بسالك السؤال ده؟ ليه ما فيش لعيبه وسط يعني، مع كامل الاحترام طبعا للجيل ده والجيل اللي قبله وقبله شويه، لعيبه الوسط عندنا برضو مش هدافين يعني. اصل انا حضرك وانت بتلعب، انت في الملعب انا حضرك موجود صحيح. دايما في منطقه ال 18 براسك وبرجلك اليمين والشمال وتصويبات من بره، ليه النوعيه دي من اللعيبه مش موجوده دلوقتي في مصر؟ هو المشكله كلها، بص يا كريم انا اقول لك على حاجه، المشكله كلها ان الناس في مصر بتاخد انطباعات، فدايما الانطباع ده بيفضل موجود، ودي ازمه يعني. انا دايما الناس ما بتبقاش فاهمه، انا على فكره ما كنتش لعيب نص ملعب بس، يعني انا فتره من فترات حياتي انا لعبتها كمهاجم تاني او مهاجم تالت اللي هو طرف من الاطراف. يعني انا في الفترات الاخيره في السنين الاخيره، انا خلي بالك بطوله 2010 الناس ما كانتش فاهمه ان انا بلعب صانع الالعاب. يعني انا في 2010 كنت انا البلاي ميكر للفرقه، لان كان حسام غالي واحمد فتحي وحسن هم الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا في نص الملعب وانا اللي كنت بلعب قدامهم. صح. فالناس هي شايفه دايما انك انت الطلعه بتاعتك البدايه، فالناس كلها شايفه ان انا مجهودي البدني وقوه البدنيه وان انا بروح اكمل على 18 اجيب جوان، بس الناس ما كان الناس مش عارفه ان انا في وقت من الاوقات مثلا انا في باشكتاش كنت بلعب كصانع العاب، انا في اندرليخت كنت بلعب 10 كصانع العاب. الناس كل تفكير جمهور مصر هنا ان انا لعيب نص الملعب المدافع، لا انا ما كنتش بلعب نص ملعب مدافع، بس كان ميزه عندي طبعا انا يعني اني عندي مرونه تكتيكيه، العب نص ملعب مدافع، بلعب العب باك يمين، هلعب العب، انا لعبت باك يمين كتير جدا مع منتخب مصر في ايام الكابتن الجوهري وماتشات كانت تقيله. انما هي الفكره كلها فكره حتى وانا بلعب نص ملعب مدافع 6 أو 8، ايوه دايما كان عندي النزعه الهجوميه ان انا طماع شويه ان انا عايز اجيب اهداف. ايوه. وده اللي خلاني الحمد لله ان انا على مدار التاريخ اللي حرزوا اهداف لمصر انا رقم 5 أو 6 في الهدافين في مصر، رغم ان انا 60% او 70% من الماتشات ال 184 ماتش اللي لعبتهم مع المنتخب او 70 او 80% كلهم كنت بلعب رقم 8، يعني بلعب نص ملعب ثاني يعني نص ملعب مدافع. انما زي ما قلت لك هي الفكره كلها فكره ان 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 النزعه الهجوميه عندك وان انت دايما بتطور من ادائك، لان دايما بقول ان لعيبه نص الملعب عندهم ميزه كبيره جدا لازم يبقوا فاهمينها، سواء السوليه او النني او حمدي فتحي او حتى في الزمالك حامد او امام عاشور دلوقتي، ان هم عندهم ميزه ان هم دايما جايين بوشهم محدش شايفهم، بيبقى صح. الضغط قليل من عليهم، لان دايما لعيب رقم 10 او المهاجم دايما بيبقى بظهره وما بيبقاش عنده السلاسه اللي هو زي لعيب نص الملعب اللي بيجي من تحت، لو بقى عنده فرصه ان هو يحطها لنفسه ويشوط. انا بزعل ان السوليه رجليه كويسه ليه ما يشوطش؟ النن رجليه كويسه ليه ما يشوطش؟ ليه ما يجربش؟ حتى لو واحده طلعت وحشه، الثانيه طلعت وحشه، الثالثه هتيجي. الحاجه الثانيه ان يبقى عنده الاصرار، ما هي دي بقى بتختلف، دي سمات شخصيه مش مالهاش علاقه بمدير فني وملهاش علاقه بيعلمك او ما بيعلمكش، دي بتبقى سمات شخصيه. اني انا في كوره بتتعمل من ناحيه يمين وناحيه شمال، انا بتواجد جوه ال 18، لو جات لي بجيبها جون، ما جاتليش خلاص برجع تاني واكمل. دي بقى بتبقى سمات شخصيه ممكن اغلب لعيبتنا اللي في نص الملعب ما بتعملهاش، كمل كمل وعادي، ايه المشكله؟ هي كره القدم كده فيها جزء جراءه وفيها جزء انك انت مفاجاه انك انت تكون موجود. فطبعا دي يمكن ده كان السبب اللي كان بيخلي اهدافي كتير، ان انا كنت دايما يعني بحب ادخل ال 18، بحب اشوط من بعيد، فيمكن دي شويه اللي كانت مميزاني في نص الملعب، ان انا ودي اللي خلتني كمان لما لعبت 10 وكده كان الناحيه التهديفيه عندي برضو، لاني انا دايما كنت بحب ان انا ادخل جوه ال 18 وان انا احب ان انا اجيب اهداف، مش مجرد ان انا ادافع وبس وان انا او اعمل مجهود كبير وبس، لا ان انا كمان يعني افيد الفرقه في ان انا اقدر احرز اهداف بس. فهي بتبقى سمات وهي بتبقى نزعه من عند اللاعب نفسه. اتمنى ان لعيبه نص الملعب هنا في مصر ما تخافش، وبالاخص كمان الفرق اللي هي دايما بتلعب على بطوله. صحيح. ان لعيبتها لازم تتواجد. يعني انا في وقت من الوقت كنت فرحان جدا بحمدي فتحي ان هو بقى يجيب اجوان مع النادي الاهلي، دي ميزه وبراسه وتصويبات يعني. بالظبط. دي ميزه دي. صح. ميزه دي ميزه النهارده انك انت النهارده بتطور من ادائك، انت ما بتكتفيش بس ان انت لعيب نص ملعب كويس وبتقطع كويس وبتسلم كويس وبتدافع كويس، لا لازم كمان تبقى عندك يعني تطور من ادائك للافضل، انك انت تبقى عندك ميزه وتكون افضل وكده. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان 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 ان, إن, إن, إن نشوف لعيبه نص ملعب ان شاء الله بشكل متطور. كابتن احمد، كابتن احمد، السيناريو الطبيعي او السيناريو الافضل لمنتخب مصر في المواجهه، في بدايه المواجهه نتعامل معاه ازاي؟ دفاعيا اكتر ولا هجوميا اكتر؟ يعني ندافع اكتر الهجوم ولا نبقى حريصين في الاول؟ والله بص انا عاجبني الالتزام التكتيكي اللي حصل في الماتشين اللي فاتت، نشتغل بنفس الشكل. احنا هنشتغل بشكل تكتيكي بشكل كويس، احنا نحاول
استحواذنا على الكوره يكون موجود، لان انت عشان تقدر ان انت ضد المنتخب الكامل لازم تعرف تستحوذ بشكل كويس، سواء بقى انت الكوره بتدورها بشكل كويس مع لعيبه نص الملعب اللي بتبان لبعض. التزام بان انا اامن بشكل كويس، وابدا اعتمد على سرعات صلاح ومسانده مصطفى محمد ومرموش وكمان المسانده اللي انا قلت لك عليهم من لعيبه نص الملعب. في الاول كده لازم برضه، لان برضه انت بتتكلم على فرقه ودفعه جماهيريه وهم على فكره فرقه مميزه جدا وعندهم لعيبه مميزه جدا، فما نقدرش نقلل من فرقه الكاميرون، هم دوافعهم عشان البطوله في ملعبهم بتبقى اقوى، فانت لازم تمتص كل الكلام ده كله. بس برضه يا كابتن احمد بتبقى الضغوط عليهم اكتر، يعني فاكر البطوله اللي فاتت في مصر برضه الضغوط كانت علينا اكتر فخلتنا نخسر في الاخر في 2019، ممكن احيانا بتبقى العكس يعني. بص هقول لك على حاجه كريم، خلينا نتفق على شيء. الضغوط كانت علينا في 2019 لان احنا ما كناش كويسين. يعني احنا ما كناش كويسين. لو تفتكر احنا حتى في المجموعات في ماتشات التمهيديه، لا احنا ما كناش، ما كان الاداء بتاعنا يقلق، فبالتالي انت لما قابلت جنوب افريقيا خرجت منها، لان احنا كان منتخبنا، لا منتخب الكاميرون عنده منتخب كويس، منتخب ديفوار عنده منتخب كويس، منتخب المغرب عنده منتخب كويس، انت فاهم نقصد ايه؟ انما انا بتكلم طبعا عليهم ضغوط، اكيد مليون المية عليهم ضغوط، الا ما كانش ايتو النهارده طلع قال لهم احنا مباراه فيها حرب، مباراه قتاليه، فبالتالي طبعا عليهم ضغوط. والاهم من كده كمان ان دايما منتخب مصر في 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 بطولات افريقيا هو اللي الغلبه في الفتره الاخيره، باستثناء طبعا 2017 ان هم كسبونا في 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 كاس الامم الافريقيه في 2017، الا ان اكيد طبعا عليهم ضغوط، بس احنا زي ما قلت لك نمتص الضغوط دي او نمتص القوه بتاعتهم اللي هم هيكونوا نازلين بيها، احنا نكون اهدى، ان احنا يكون عندنا ثقه في نفسنا، ان احنا يكون عندنا التزام تكتيكي بنفس الشكل اللي فات، لان انا عجبني جدا جدا رغم ان احنا جه فينا جون مبكر في ماتش المغرب، الا ان اللعيبه ما حسيتش ان هي فكت يا كريم، لا اللعيبه بنفس الالتزام بنفس التوازن الهجومي والدفاعي، وادينا مع الوقت ان احنا ندخل في الجيم وان احنا يكون لينا الغلبه في 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 في, في المباراه. كابتن الكبير كابتن احمد حسن عميد لاعب العالم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الرائعه، دايما اتشرف بوجودك معايا. اسم كبير ده في تاريخ الكره المصريه، اسم كبير جدا في تاريخ الكره المصريه طبعا يعني.